صباح الخير عمته. صباح الخير، اعمل لك فطار؟ لا تمام، عملت لي نسكافيه. انت بتكسفي مني يا ناديه، انا زي ابن اخوكي برضو. يعني اشمعنى؟ يعني اصلي ليه النهار قعدالي بالطرحه؟ مش بتضايقك؟ مش من ساعه ما كبرت واصحابك بقوا داخلين طالعين في البيت، والاصول اصول برضو، وبعدين انا اتعود. ما انت اللي مربياهم برضو نونا. يعني عارف يا ولا، زمان كنت ماشيه على البحر وكنت لابسه ايه، ميكرو جيب، وقابلت بالصدفة شكري سرحان، شافني وكان مصمم ان امثل معاه فيلم. اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ انا بخير، ازاي حضرتك؟ الله يخليك يا حبيبي. انا قايم اعمل لك نسكافيه من اللي انت بتحبه. يا كشبه يا نونا. ايه واد يا صايع، كنت فين؟ اهو في الطريق. طب خلنا ايه النهارده؟ انتوا جيتوا؟ عارفاها. اتحولت الفلوس؟ بس والشحن اخره اسبوع والحاجة تكون هنا. وطبعا لا لا لا، صح صح يا ابني، معايا انت وهو. تخيلوا كده الموضوع هيمشي ازاي؟ انا عارف مكان كويس نبيع فيه البضاعة، نروح بالحاجة هناك يوم الخميس. والشباب ما بيصدق، لبس من بره، براندات، أسعار كويسة، والشغلانة المرة دي مضمونة 100%. أهم حاجة تفردوا وشكم وتتدردحوا كده، ها؟ والمكسب المرة دي هيبقى أضعاف المرة اللي فاتت لو حطيناهم كلهم على بعض. قلتوا ايه؟ عربيتي مين يا ابني؟ لا يا معلم، شوف لك عربية تانية. لا طبعا، بندورة بنت الأكابر، ما ينفعش تقف في الشارع ويتباع فيها هدوم. كانت القيامة تقوم يا اخوانا. تريقوا تريقوا، مش دي العربية اللي شايلاكوا؟ ولا كمان، فاكر لما طلعنا بيها الساحل وبقفت بينا على الطريق 8 ساعات؟ وفضلنا واقفين 5 ساعات عشان البي نسي المفاتيح. ده كان حوار. لحد ما عمدة جت وجابت لنا المفاتيح. يا جدعان بتكلم بجد بقى، ما بهزرش. جد ايه تاني؟ وكل مرة بتبقى بجد وفي الآخر كلنا بنبص. ودبي ليه؟ ما انا اطلع بورسعيد واظبط لكم الليلة دي. يا جدعان اسمعوني بس، ويعني افهموا انا اقصد ايه. خليكم معايا بس المرة دي واعتبروها آخر مرة. أنا اتفقت خلاص مع الراجل وظبطت معاه اللي هو على الأسبوع الجاي. أنتوا بتضحكوا عليا. ولا حاجة يا عم. مالك يا عم؟ أنت مالك؟ طب ليه بقى الموبايل ده؟ كلامي. بصوا بيتكلموا عن عامل ازاي؟ إيه ده العيال بقى؟ المهم الراجل اتفق معايا على الحد او الاثنين بكتير هيكون بعت لكل الحاجات. ما قلتليش ليه؟ ما انا خلاص، ما انا بقول لكم اهو. يعني فات قد ايه ده؟ الكلام ده من يومين، يعني ما عداش كتير. خلاص اعملوا حسابكم على اخر الاسبوع الجاي هنكون جمعت كل الحاجات، هننزل على اول الاسبوع اللي بعده. Thank you.
الو يا رامي. لا انا صحيت خلاص، ماشي 5 دقايق هلبس وانزل. باي باي. ايوه يا رامي، بص بص افكس بقى كل حاجه، الحاجه وصلت. طب يلا هات العيال واطلعوا يلا بسرعه. يلا بالراحه يا زكي. خش ايه ده يا ابن اللعيبه، تصدق دماغك حلوه، الحاجات دي هتتباعها. يا ولاد مش دي ال ايه اللي جابها دي؟